الحالة الثالثة هي فعليا صارت مع أحد زملائنا، وكمان هي لأنه هو كتير بيحب شغله وكتير بيحب عمله، ففاتته قصة كان تنتهي حياته المهنية بسببها. حالة الطفل شلل دماغي، شلل دماغي من نوع التشنجي. راجعوا بالعيادة، أوكي، سواله تقييم، سواله فحص، بالفحص تبين معه مشكلة بالحوض، طلب صورة شعاعية للحوض. فعلا الأهل استجابوا، راحوا سووا صورة شعاعية للحوض، رجعوا بتقرير الصورة الشعاعية مكتوب إنه وجود نتيجة التشنج، تشنج طفل عمره 3 سنين ونص، التشنج ما عم يتعالج، فصار في خلع، يعني رأس الحوض طالع من مكانه، تمام. فهو انتبه لما حط البرنامج العلاجي انه هذا في عنده مشكلة بالحوض، طبعا طالع من مكانه بشكل بسيط، يعني ما بيحتاج لتدخل جراحي، على العلاج الفيزيائي بتقوية العضلات الداخلية للحوض، بتتصلح القصة. لكن الزميل تبعيتنا هون، صديقنا، حتى وقت استشارني بهي الحالة قال لي هيك هيك، قلت له ابعث لي الصورة وابعث لي التقارير المكتوبة. قلت له تمام، قلت له هذا بس تمارين داخلية، يعني ما تحاول تساوي شيء، وما وتقرير الصورة بيثبت انه هو ما بده عملية، يعني خلع حوض بسيط، فبالتالي انت فينك تشتغل معه بالعلاج الفيزيائي. بلش شغل معه. بعد فترة شي 6 شهور الشاب طار، يسافر سفر 15 يوم ويرجع، تمام، حتى سافر على العمر، يعني هو سفرته على العمر. بهي السفرة في جيران الأهل، شوفوا هاي حالة بتصير، انه ابنكم كذا هيك عم تعالج، عم تعالج بس الشاب سافر على ابو، في دكتور هون شاطر، راحوا تعالوا ناخذكم فرجيه، يا اخذوا يفرجيه، ابنكم مخلوع حوضه بالعلاج الفيزيائي، لازم تشتكوا على الشخص اللي عم يشتغل معه علاج فيزيائي. هيك هذا الطبيب الفرجوني بيتصلوا في الاهل على الانترنت للشاب انه انت خلعت لنا حوض ابننا، وابننا بتلاقيهم نحن بدنا ندخلك الحبس. هون الشاب وهو عم بالعمر تلبك، ما عارف شو بده يصير، بعت لي تسجيل صوتي انه هيك هيك. قلت له طول بالك، قلت له انت طلبت صورة شواعية وتقرير الصورة وانت بعت لي اياه هون، فليكن عندي بالمحادثة ما بيني وبينك، عملت لهم اعادة ارسال، بس ذكر الأب ناسي إنه أنت طلبت هدول وشفتهم وتأكدت قبل ما تبلش جلسات علاج فيزيائي إنه الولد ما عند إنه الولد عنده مشكلة بالحوض، ومكتوب هذا الشيء بتقرير، لكن هاي المشكلة كمان بتتعالج فيزيائيا، مو إنه بتحاجة لعمل جراحي. فبعت له إياها للأب وذكره إنك أنت قبل ما تبلش معه علاج أخذ كل القصة السرية، مساوي كل اللي عليك، ومسجل هذا الشيء بملف الطفل، ونبلش على اساسه خطتك العلاجيه. وبنفس الوقت حنبعت له نسخه للطبيب اللي شافه واللي حكى واللي ادعى انك انت اللي مسبب له مشكله بالحوض. هون نقطه كتير بدي احكيها، هي بتتعلق بشيء اسمه اخلاقيات المهنه. دائما او للاسف الشديد، في كتير اشخاص بيعتبروا انه اخصائيين العلاج الفيزيائي وتحديدا دكاتره العظميه انه هن الحلقه الاضعف، انه هن المتحكمين باخصائي العلاج الفيزيائي، لانه هن اللي بيحولوا لك حالات، هن اللي بيقروا، بيقول لك، بيبعثوا لك حاله انت هيك هيك ساوي، لانك انت درجه انه اقل منهم علميا فهن بيتحكموا فيك. لا، لما بتكون اخصائي علاج واثق من حالك، عم تشتغل خطوات صح، عم تشتغل خطه صحيحه، فانت بتفرض عليهم احترامك، بده يحترموك. ليش؟ لانه انت بالاساس اوكي بجوز ولو درجة علمية اقل منهم بشوي، لكن بالاساس انت شخص عندك امكانيات وعم تشتغل صح وعم تطور امكانياتك، هون انت بتفرض حالك عليهم. بينما اذا انت بدك تشتغل شغل هاد ايدك والحقني وما تاخد قصة سرية صح، وتضيع هون وتضيع هون، واوراقك اذا بتنسأل عن حالة ما معروفة وين اوراقك حتى ضايعة، كون أخصائي علاج بشغل محترف، كوني أخصائية علاج محترفة قدر الإمكان، تمام، تجبري الكل على احترامك، أما غير هيك لا، غير هيك لا، تمام.
إذا بعتنا له صورة للأب واعتذروا هون وإنه لا ونحن بنعتذر وما ببالنا هيك وما كنا فاكرين هيك. طبعا صديقي من بعد اعتذر إنه يكمل مع الحالة بكل وقي، وقال أنا بعد ما إجا من عمان إنه أنا بعد ما هالقصة سويت وبإمكانكم تاخذوها لعند أخصائي تاني يكمل معه. هي ملفه الطبي كامل، أعطاهم ملفه الطبي كامل ما نقص عنهم أي ورقة. وهذا حق الطبيعي، حقك الطبيعي لما انت حالة بتسبب معك مشكلة بهالدرجة كان حيفوت السجن وما مساوي شيء تعتذر منها، هذا الشيء طبيعي.